اسمي حسناء عصام حامد احمد بدر، مجموعي 405.5 من 410، النسبه 98.9%، شعب علم رياضه. سنه طويله جدا، بس يعني الحمد لله يعني ربنا وفق في الاخر. هي بس كل اللي انا في دماغي ان هي سنه طويله، يعني بادئين من بدري، والظروف اللي كانت في النص يعني موضوع كورونا والدروس وكده، لكن الحمد لله يعني ربنا ختمها بخير. يعني انا اول ما ابتديت السنه كانت ساعه نتيجه اختي بالظبط، يعني على طول، يعني انا اول ما بدات وبعدين طلعت نتيجه اختي، فكانت في طب، فكان يعني كان مامتي وبابايا بيقولوا لي ان انا عايز اكون زيها، بس كان طبعا الموضوع مختلف لان كنت علم رياضه. فكان الاول كان مش عايزين اصلا علم رياضه، بس الحمد لله اقنعتهم في الاخر. وبعدين بقى دخلنا في الدروس وكده، كنت متلخبطه جدا في الاول، فضلت متلخبطه تقريبا السنه كلها، بس يعني في الاول على طول مثلا متاخره في المذاكره وكده، بس يعني بعد كده الدنيا بقت تتظبط واحده واحده. اخترت علم رياضه من زمان، نفسي اكون مهندسه، بس وبعدين جيت في ثانيه ثانوي قلت ان انا اشوف المادتين، يعني اشوف اللي احبه اكتر هدخله. فكنت حابه الرياضه جدا ومش بحب الاحياء خالص، وطبعا ماما وبابا كانوا عايزين علم علوم جدا، وكان كل يوم ماما تقول لي، حتى وانا في السنه نفسها في ثالثه ثانوي، حتى بعد النتيجه مش تقول لي مش كنت دخلت علم علوم، بس يعني الحمد لله يعني دخلت رياضه واقنعتهم بيها وفرحوا الحمد لله في الاخر. يعني لا، قبل الكورونا كانت الدنيا سهله وواضحه، يعني ما كناش مثلا كاننا بنسرق او حاجه، لكن بعد الكورونا بقى كان اللي يروح درس ده كانه بصراحه بيسرق. يعني كان الناس مش عارفه ضد المدرسين كده بطريقه غريبه، مع ان يعني كان كله الوزير نفسه لغى كله ابحاث ما عدا ثالثه ثانوي، فكان لازم نروح دروس ولازم نراجع، لان يعني كنا من شهر ثلاثه اهم فتره اصلا في السنه، فلازم نروح دروس. ومدرسين الدنيا يعني مدرسين اصلا استحملونا كتير في السنه دي، لان احنا كنا بنعرضهم هم الخطر اكتر من بنعرض نفسنا، ممكن مثلا حد يبلغ عنهم او كده، لكن هم بصراحه كانوا معانا، وكانوا يعني كانوا هم اللي بيقولوا لنا تعالوا، يعني بصراحه كان موقف حلو كويس جدا منهم. لا والله طلعت ثانويه حلوه في الاخر، يعني ما شاء الله مجموعنا كلنا الحمد لله يعني مجموعه كويسه جدا، والناس ما كانتش متوقعه اصلا اننا هنا كده، بالذات في الصنفين تالي مدرسين ما توقعوش كده، وما شاء الله المجاميع كلها عاليه في العلم علوم علم رياضه وحتى كمان ادبي. كله اجتهد وكله ربنا كافئه. يعني كنت متلخبطه جدا وكنت متضايقه من موضوع التاجيل، بس يعني كان كويس في الاخر موضوع التاجيل دوت، يعني كان كل شويه حتى بعد ما اتاجل الاسبوعين دول يطلع كلام تاني ان هي لسه هتتاجل تاني، وناس تقول لا ما تنزلوش الامتحانات وقطعوا مش عارفه امتحانات الثانويه العامه وهنعملكم مش عارفه اونلاين، وطبعا حاجه زي كده مش كويسه خالص بالنسبه لنا، احنا محتاجين تنسيق ومحتاجين درجات، يعني التنسيق ده هو اللي بيخدمنا في الاخر، مش مثلا كليات خاصه او كده، لكن ناس تانيين ممكن تنفعهم الحاجات دي. حتى انا ساعه الامتحانات كنت خايفه اصلا، يعني موضوع كورونا ده خايفه ان انا اجيب، يعني خايفه ان انا يحصل حاجه واهلي معايا وكده، لكن كان في بقى تعقيمات وكده يعني، وعدت على خير. حصل انا جات لي فتره انا بدات الامتحانات الحمد لله كويس، وبعدين موضوع التعقيمات اصلا كنت قبل الامتحانات خايفه، كنت حاسه انها تحصل كارثه، بس الحمد لله يعني ما حصلتش. ففي الامتحانات بقى نفسها في بنات معانا حصل لهم كورونا وكده، كان كل شويه الدكتور في اللجنه يعدي علينا يقول لنا في ناس هنا كورونا في المدرسه. فبصراحه كنت بدعي، كنت بخاف جدا ساعه ما كنا يعملوا لنا المسح الحراري، بحس ان انا ممكن ما ادخلش الامتحان، يعني كنت خايفه، كنت بقول يا رب الحق اكمل الامتحانات اصلا على خير، وما مثلا ما يدخلونيش اللجنه عشان درجه حرارتي عاليه او كده، والحمد لله يعني عدت على خير. قبل النتيجة أنا كنت مرعوبة، وكل شوية أنا كنت حاسبة لنفسي درجة وأقول، بس كنت برضو بتشائم شوية في إن أنا أحسب لنفسي وكده، بحس إن أنا ما أتفاجئش. بعدين بقى جت الساعة 12 بالليل، سمعت حد بعت لأختي إن الناس جابت الدرجات، فأنا قاعدة على أعصابي، وبعتنا لحد عشان يجيب لنا والدرجة اتأخرت، فأنا كنت يعني محتارة هي الدرجة وحشة وهو مش عايز يبعت، ولا هو أصلا لسه ما جابهاش، ولا إيه. كنت بصراحة في رعب، والبيت كله كان مرعوب، يعني مش أنا لوحدي، كانت ماما وإخواتي وبابا طبعا. وبعدين بقى لما اتصل الحمد لله يعني اتصل بينا، بابا صوت في التليفون وعيطوا كلهم ونادى على عمي، وكان سبحان الله نفس مجموعة أختي بالظبط، فكانت فرحة كبيرة يعني الحمد لله.
لا ماما بابا ما فيش رساله اقولها بصراحه، والله بشكرهم جدا 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 يعني بجد. انا تعبتهم قوي قوي، كان كنت بقرفهم يعني في موضوع النوم بالذات، وبابا يصحيني كل يوم بجد انا يعني تعبتهم قوي قوي. وكنت والله العظيم كنت بادئه السنه اصلا بان انا يعني بشد شويه معاهم كده، كنت انانيه شويه في الاول، لكن بعد كده كان حصلت شويه ظروف كده، وكان ماما وبابا السنه البيت عندنا ما كانش متظبط خالص، وكنا محتاجين قوي ان احنا نفرح بصراحه. كانوا معايا في كل حاجة يعني، كان بابا من فترة لفترة كده بيقولوا لي ان انا اركز، محتاجين نفرح، كان بابا على طول يقول لي كده. وبصراحة فعلا احنا كنا في البيت كلنا، مش بس هنا، العيلة كلها اصلا كانت محتاجة فعلا تفرح. ويعني مهما قلت والله العظيم هديهم حقهم بجد، يعني بشكرهم جامد. لا بصراحة يعني اقول له يوضح النظام الجديد ده، لانه بصراحة الدنيا مش واضحة خالص. وموضوع ان هو ضد المدرسين، موضوع حرام يعني، مش عارفه المدرس دوت ما هو مصري وكده، مش عارفه زي ما يكون حاسس ان المدرس ده تاجر مخدرات، هو بيشتغل عشان عايز يوفر يعني يجيب اكل عيش لاولاده، مش مثلا مش بيتاجر في السلاح او حاجه. هما بقى محسسين ان المدرس دوت مجرم، مش عارفه. وبرده النظام الجديد مش واضح يعني، انا صعبانين عليه اصلا اللي بعدنا، بس رب الدنيا توضح لهم يعني. صحابي انا بشكرهم جدا، صحابي بجد والله يعني. انا في ناس كتير تقعد تقول الثانويه دي ما فيهاش صحاب، لا انا طلعت الحمد لله، الحمد لله طلعت من الثانويه بصحاب كتير، وكلهم يعني اتصلوا في النتيجه وباركولي، حتى لو في حد اقل مني يعني اتصلوا فرحوا لي جدا، وانا والله فرحت لهم قوي يعني. انا الحمد لله طلعت من الثانويه دي بالصحاب يعني بجد، ما كنتش كده يعني. في صحاب ما كانوش كده معايا مثلا في ثانيه اولى، لا في ثالثه يعني علاقتنا كانت احسن بكتير، فرحوا لي جدا جدا في النتيجه، وانا والله فرحت لهم قوي يعني، ربنا يكرمهم. فكر في اهله اول حاجه، والاهله يقولوا يسمعوا الكلام، لان هم اللي هيقولوه هو اللي صح يعني. حتى لو مش مقتنع، انا كنت ساعات ببقى مش مقتنع، بس بعمل الكلام ده عشان ماما قالت لي كذا فهعمل، او بابا برده. ويفكروا في اهلهم بجد، يفكروا في اهلهم دي اهم حاجه، وما يكسلوش يعني، بلاش يدلعوا، مش يكسلوا في المذاكره، لا كسل في المذاكره ده مليون في الميه هتكسل في وقت، لكن ما يبقاش فيه مثلا تضييع وقت بزياده، اللف يعني يخرج هنا وهنا كتير مش صح. واتكلوا على الله يعني. انا عايزه اشكر المدرسين جدا جدا، مدرسين ابتدائي واعدادي وثانوي، بجد بشكرهم قوي قوي يعني، والله احنا تعبناهم، بالذات مدرسين الثانوي السنه دي بالذات، ما حصلش مدرس يروح بيت حد عشان موضوع الكورونا يعني. يعني كان مدرسين والله بيتعبوا معانا السنه دي اكتر من قبل كده، اكتر حتى من السنوات اللي قبل كده، فانا بشكرهم جدا جدا، ويا رب نكون فرحناهم يعني. شكرا. الاستاذ عصام حامد بدر الدين، مدرس دراسات اجتماعيه في المرحله الاعداديه. حسناء بنتي مريحه يعني، اعملي كذا حاضر، اعملي كذا حاضر، وبعدين فيها ميزه انها مجتهده، مجتهده يعني، الحاجه اللي تقف لا ما بتغلبش، بتدنها وراها وراها لغايه ما بتجيبها. وبعدين كانت فيها ميزه كمان، بتزيد يعني، بتزيد من الابتدائي للاعدادي للثانوي بتزيد. مريحاني يعني، عندي الاولاد هو الكبيره وهي بصراحه مريحني يعني، ما فيش مجهود كبير، ذاكري حاضر يعني، زي ما قالت لحضرتك كده، ممكن ايه حته ان انا اصحيها، حته تنام، دي الموضوع بس اللي كان ايه، بس الحمد لله ربنا هداهم لي، بدعي لهم دايما بالهدى، وهم ربنا يهديهم لي فعلا. الثانويه العامه ديت يعني اولا اجمل فرحه، ربنا يعيشك الفرحه دي يعني، اجمل. انا عشت حاجات كتير قوي، بس الا فرحه بنتي في الثانويه العامه دي ونجاحها، حاجه سنه طويله زي ما قالت، سنه طويله فعلا، بس الجميل في الاخر بقى انك انت يعني بصراحه بتلاقي الثمار، بتلاقي المجهود في الاخر، تنسى كل حاجه. سنه طويله وبذلنا مجهود كبير فيها، بس الحمد لله انها فرحتنا في النهايه. انا عندي خبره في الحته دي شويه يعني، عندي خبره في حته ان انا اتعامل مع اولاد الطلبه، بس للاسف اللي بيسمع ليا ومع ابنائي. الطالب مطلوب منه يجتهد فقط، انا بنصحه دايما بالاجتهاد، وبنصح اولياء الامور دايما يعني خليكوا ورا اولادكم، بس ما ترفهوش الدنيا قوي يعني، حسس ابنك دايما بالحاجه يعني، انا هجيب له حاجه بس ما يفرحني، انما دايما ما توفرلوش كل حاجه، لان توفير كل شيء للعيل يبقى سلبي للاسف الشديد. انا هفرحه اما هو يفرحني، اجيب له اللي هو عايزه اما هو يجيب لي، انما للاسف احيانا اولياء امور بيزودوا شويه مع الابناء، بس في النهايه بخبرتي الطالب المجتهد بيبقى باين من الاول قوي، بيبقى باين قوي من الاول يعني. انا بحكم ان انا درست الطلبه، اما بعرف ان البنت دي جابت قد كده، انا عندي يقين ان هي هتجيب،
ليه؟ لانها قدامي وعارف انها حاطه هدف وماشيه عليه. والطالب ما بيحط هدف بصراحه، ما بيحط هدف بيريح الكل، بيريح المدرس وبيريح اولياء الامور سواء والده او والدته. انما ما عندوش هدف بقى للاسف هيبقى متعب شويتين، ما ربنا يهديهم. يعني انا ما بضغطش على حد، بس بقدم النصيحه، ما احبش اضغط على اولادي، بس بقدم النصيحه. انا كنت عايز احياء، يعني مش عارف يمكن عقليتي بقى تقدر تقول يعني البنت وهندسه وبرضه البنت ملهاش، يعني القصه دي ممكن تكون مسيطره شويه. وقلت لها فكري مع نفسك، انا بفضل كذا وراجع نفسك شويتين. بس لقيت لها رغبه للرياضه، لقيت لها هي في مدرس بيديها رياضه الله يبارك له الاستاذ عنتر، انا عارف ان هو اللي حببها فيها قوي، هو اللي حببها في الرياضه. ما بقول لك انا ما بحبش ازعل حد، ولو ما انا بسيط يعني لو زعلتها اروح ارضيها يعني. بس اجمل شيء في النهايه انها فرحتني في الاخر. لكل ولي امر ربنا يفرحكم بابنائكم وربنا يهدي لكم ابنائكم، بس الموضوع عايز مجهود، عايز مجهود من الاب ومن الام. وما تسيبش ابنائك براحتهم قوي، عايزك تتابع دائما، تابع معاهم على طول. انما هتسيب الابناء الدنيا هتفلت شويه. تابع دائما ودائما ادعي لهم وربنا بيهدي في النهايه. انا شايف الدوله المصريه بتاعتنا يعني ربنا يعدي على، بتحارب في 30 اتجاه. وفي سابقة انا مدرس تاريخ، في سابقة جديده عليا يعني كل الدول علينا، مش عارف ليه يعني. حتى الدول اللي احنا كنا بنسندها زمان علينا النهارده، مش عارف ليه. وبعتبر ان الدوله المصريه بتاعتنا ماشيه لغايه دلوقتي، ده الحمد لله ده انجاز، وربنا وعندي يقين ربنا هيحفظها وهننتصر في النهايه. ربنا يخليهم لي، اقول لك ربنا يخليهم لي وربنا يهديهم، وان شاء الله انا وراهم. وبرضه مش هسيب الامور يعني ما بسمحش بيها تفلت قوي يعني، يعني ايه بمشي كل واحد على الخط كده لغايه ما ربنا يكرمه ويوصل. وانا مش هديهم غير حته التعليم، يعني انا مش هديهم غير انهم اعلمهم احسن تعليم، وتعليم حكومي يعني الحمد لله رب العالمين. انا وراهم في كل حاجه. الاجيال اللي داخله ثانويه عامه في يعني يمتين، الاولاد واولياء الامور. يا اولياء الامور ما تصرفوش قوي مع اولادكم، يعني ما توفروش لهم كل حاجه قوي قوي قوي، لان دي مدعاة الفساد احيانا. وبقول للاولاد يعني اجتهد، دي سنه فاصله، سنه فاصله بتفرق معاك قوي في حياتك كلها. يعني ما تخش كليه قمه، كليه محترمه، يعني يا ربنا ييسر الحل للجميع، غير اما تدخل كليه ثانيه. دي سنه فاصله في مستقبلك كله. يجتهد، واولياء الامور لازم يكونوا معاهم، بس معاهم بحدود، الدنيا ما تبقاش سايبه قوي. بقدم شكر للاستاذ محمد سامي لان هو اللي جاب نتيجه لبنتي الثانيه، ثاني مره يفرحني. استاذ محمد سامي الصحفي من الصنفين من عندنا من هنا، دي ثاني مره يفرحني ببنت بنتيجه بنتي علياء وبنتي حسناء، فانا بشكره ويا رب يفرحه باولاده ان شاء الله.